يمكن زي ما قلت في البداية، رمضان هو شهر الخير، شهر السكينة، شهر الطمأنينة، شهر فيه كل الحاجات الحلوة. يعني البني آدم اللي بيبقى طول السنة في حالة من العصبية والشد العصبي والمشاكل والخناق، شهر رمضان بيديله فرصة لتهذيب النفس. مع الأسف بنشوف نماذج يمكن في الشوارع كمان أكتر، وأحيانا في بعض البيوت من بعض الأزواج والزوجات، العصبية الشديدة جدا والخناقات اللي بتحصل في الشارع والناس كلها ضيق ومش قادرين يستحملوا بعض، ولو عربية لمست عربية بس ولا كان قرب منه حتى ينزلوا يمسكوا ببعض ويتخانقوا مع بعض. والله ما إني صائم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. زي ما حيث تفضلتي في البداية يا أستاذة لمياء، هو فعلا المفروض أن يكون شهر رمضان بالنسبة لنا تغيير. شهر رمضان بعتبره كده دورة تدريبية 30 يوم بلتحق بهذه الدورة الكريمة بتكريم من المولى عز وجل، كرمني أن يحييني لهذا الشهر الكريم. فالمفترض أني أكون على يعني أهبة الاستعداد كده لكل حاجة رب العالمين عايز أحققها في هذا الشهر، أعلاها كده التقوى وأهمها التقوى، كما قال رب العزة لعلكم تتقون في صيامنا لهذا الشهر الكريم. لكن تأتي الريح بما لا تشتهي السفن، بيحصل إيه؟ بيحصل من الخلافات والأمور على أتفه الأسباب. طب ما ده أكيد هيكون ليه سبب. إحنا لو جينا سألنا كده بالنسبة للناس، أصل هو في صيام، هو فعلا علميا الإنسان وقت الصيام وقت ما يكون جعان بمعنى أدق، وقت ما يكون مضغوط من أمور معينة، عنده ضغط من حد، من شغل، من مشكلة ما قابلته، ده بيكون فعلا عرضة أن يكون أقدر كده أن النرفزة عنده بشكل أعلى، أنه الغضب بيحصل ده. ده في بعض الناس طول ما هي صايمة ما بيكلموش حد. طب يا ريت انا ما بتكلمش غير بعد الفطار. يا ريت يعملوا كده احسن والله، يعني يكفوا شرهم عن الناس، ده افضل شيء. بس هي مش الدرجات دي، الموضوع مش بالشكل المستحيل ده، والامر هو الافضل ان اكف اذايا عن الغير لو انا مش قادر اتحكم في نفسي. لكن في الابتداء ابقى فاهمه كده الاول ان ايه سبب الغضب. سبب الغضب ان انا ما جاهدتش نفسي على هذا الشهر الكريم، وكان اللي بيصوم ده كانه عمل حدث كده ما حدش بيعمله الا هو. المفترض ان احنا بنعمل تهيئه، ده للحد بقى عايز ياخد الخطوات في الابتداء، ده اللي كده فاهم، ده اللي عارف، اللي عايز ان هو يتحكم في نفسه ويملك نفسه عند الغضب بيكون مدرب نفسه على هذا التدريب. ده بنسميه كده في علوم في العلم الشرعي كده جهاد النفس، اني اتحكم في نفسي، هذه النفس اتحكم فيها، ادربها، اجاهدها كده ان تتخلص من الامور اللي فيها من الذنب اللي ممكن يكون سبب ان اضر به نفسي في الاول واضر به الاخرين. صاحب الغضب لو عرف ان هو ايه الاثر المترتب على هذا، اكيد هيحاول كتير ويجاهد نفسه انه يكف عن هذا الغضب. هو بيأذي نفسه يعني بيولوجيا كده وفسيولوجيا، هو بيضر نفسه، ارتفاع ضغط، ارتفاع سكر، حتى لو ما عندوش امراض على فكره، والاشد لو عنده امراض ممكن يؤدي الجسم كله بقى فيه حاله من الفوران وقت الغضب، كل واحد على قدر بقى غضبي وعلى قدر الموقف اللي تعرض ليه. لا وحاجه تانيه كمان، الناس اللي عايشين معاه وحواليه بيبقوا عايزين يبعدوا عنه تماما، مش عايزين يتعاملوا معاه. في بعض الناس اللي ممكن تبقى قلقانه وحامله هم دخول شهر رمضان عشان في فرد من افراد العائله ايا كان هو مين، بيبقى يعني فيه البيت عندهم، واحنا كلنا بنبقى فرحانين بدخول شهر رمضان وايام رمضان كلها حلوه، كفايه لمه العيله. أكيد. في بعض البيوت تبقى مش عايزه الشهر يجي من كتر الهم اللي بتشوفه في الشهر. يا رب تكون دي حالات قلائل كده ان شاء الله وما تكونش الاساس، لكن لو حد في النموذج ده لا، احنا نكون كلنا مهيئين ليه، ونهيئ هو نفسه في الابتداء لو هو حريص على انه ما يخسرش حد. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه واخبرنا جميعا: الا اخبركم بافضل من الصلاه والصيام والصدقه. في تخيلوا في حاجه ممكن تكون افضل من الصلاه والصيام والصدقه، ايه هي دي يا رسول الله؟ اصلاح ذات البين. وفساد ذات البين هي الحالقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اللي هو بيصلح بين الناس وبعضها، الانسان اللي هو بيكون فيه الخير وبيبدا يدعم الاخرين بالخير، اي خلاف بين اتنين يتدخل فيه. طب الفساد اللي هو بقى فساد ذات البين هي الحالقه، اصل الفساد ده ممكن مش لازم ان اوقع بين اتنين تحديدا، ان انا يكون عندي من الشر ان اخسر كمان اللي قدامي. والصاحب الشخص يعني او السلوك العصبي او عنده الغضب ده، هو فعلا بيحصل ايه؟ بيفسد بينه وبين الاخرين بدون ما يدرى، ويبدا يطلع الشهر بدل ما نكون فيه اقرب
الى الله ونكون اقرب من بعضنا. شهر رمضان استاذه لمياء بيجمع الاسره طبعا. في اسر كتير ما بتتجمعش، وخصوصا في الظروف اللي احنا فيها ما بتتجمعش الا في توقيت الفطار صحيح. توقيت السحور ممكن صحيح. كمان، لكن يكون شهر رمضان سبب للفرقه ان هو عمل خلاف مع زوجته او زوجته عملت خلاف معاه قبل الفطار وما كلوش مع بعض، والدنيا كلها بقت يعني كده زي سحابه سوداء حلت على البيت بسبب غضب. لا، في المقام الاول لازم يبدا يحط، او صاحبه الغضب تبدا تحط نفسها كده كانها قدام مرايه وتشوف الامور اللي هي بتقع عليها وبتكون سبب للفشل يعني وعدم التوفيق لنفسها والجزئيه دي مهمه انا عايزه اكلم حضرتك فيها، بس هستاذنك هناخد التليفون. مدام سحر. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. انا لو سمحتي ليا مرات عم جوز شخصيات زعلانين منها، يعني جوز نسوين زعلانين منها، وهي عايزه تروح تصالحهم بس هم رافضين. مين مرات عمك؟ مين بقى اللي مخاصمها؟ أيوة. يعني سلفتها وواحده جارتها برضه وهي زعلانه. تمام. فهي زعلانه عايزه تصالحهم علشان نصيامها يعني يبقى صح. تمام. فهي تعمل ايه؟ تروح تصالحهم. ما هي خايفه يرفضوا لانها بعتت لهم قالوا لا. حتى لو رفضوا اعتقد يعني لو لقوها واقفه قدامهم مش هيقولوا لها امشي اطلعي بره. يعني عادي ممكن تخش عادي. هي متخوفه من المشهد. يعني ارد انا طبعا. طيب خلاص. ايوه طبعا تاخد الخطوه على طول، ما فيش فيها الشيطان، هو بس اللي ممكن يهبطها عن الموقف ده او يفهمها كده ان هيبقى فيه احراج. حتى لو وقع احراج هي بتحتسب الامر ده خلاص لله جل وعلا. Watch it.